وبنبدأ نشاطنا الرياضية مع فريق بيراميدز اللي حقق فوز كبير قدام فريق إسكو كارا التوجولي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد كيجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. أحيا فريق فيوتشر أماله في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد فوزه على فريق نادي الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية. خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة للانضمام لصفوف النادي خلال الفترة الجاية. وضح أن عصر وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة موسمين علشان يمثل رجال تنس الطاولة في مختلف المحافل المحلية والقارية اللي هيشارك فيها الفريق. فريق بايرن ميونخ حسم قمة باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت في لقاء العودة من دور ال 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وبعد انتهاء المباراة منحت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا الدولي الألماني توماس مولر جائزة أفضل لاعب في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وده بعد الأداء الفني المتميز اللي قدمه اللاعب خلال أحداث اللقاء. أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالث لاعب بيشارك في 150 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اللي اتلعبت امبارح على ملعب أليانز أرينا في لقاء العودة من دور ال 16 في بطولة دوري الأبطال، حتى إن شبكة أبطال العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم العالمية أكدت إن ليو أصبح واحد من اللعيبة اللي شاركت في مجموع 150 مباراة بشكل أساسي بعد إيكر كاسياس وكريستيانو رونالدو. وتأهل ميلان الإيطالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ما اتعادل سلبياً مع فريق توتنهام الإنجليزي في اللقاء اللي جمعهم على ملعب توتنهام في لقاء العودة من دور ال 16 في المسابقة بالموسم الحالي. كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن لقاء تلفزيوني بين الدولي المصري محمد صلاح الهداف التاريخي للريدز والأسطورة ستيفن جيرارد عن طريق الحساب الرسمي للفريق على موقع تويتر، وظهر صلاح في مقطع فيديو مع ستيفن جيرارد في برومو الحوار اللي هيجمعهم قريب على تلفزيون نادي ليفربول. الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي دافع عن لعيبة المان يونايتد بعد الخسارة بنتيجة 7-0 من فريق ليفربول في المباراة اللي اتعملت في الجولة 26 من مسابقة البريمير ليج على ملعب أنفيلد. وقال تن هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتاس النهاردة في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد: ما لومتش اللعيبة بعد الخسارة، احنا في قارب واحد بنفوز وبنخسر معا. الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن عن الميعاد الجديد لمباراة كلاسيكو لقاء العودة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو. ونشر الاتحاد الإسباني بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أكد فيه إن مباراة العودة بين الفرقتين هتتلعب يوم 5 إبريل الجاي الساعة 9 بالليل توقيت القاهرة. لباسانتو مصطفى، وهنكمل مع بعض فقرات صباح الخير يا مصر، وبعد كده هنحاول نرجع تاني للناقد الرياضي محمد عباس وتحليل أكتر للمباريات.